ايوه دكتور، مع حضرتك. ايوه باسم، بتكلمنا منين؟ من روكسي. اهلا بيك، قول لي بقى مشكلتك ايه؟ انا دكتور، سني 40 سنه. اوكي. عندي مشكله اني بجوع بالليل وباكل كتير. طب انت نظام حياتك ايه؟ يعني انت بتشتغل ايه؟ بتصحى امتى؟ بتنام امتى؟ قول لي نظام حياتك كده. يا دكتور انا ظروف، يعني اقول لحضرتك وزني وطولي كده يعني؟ قول لي وزنك وطولك، قول لي بتشتغل، نظام شغلك ايه، بتصحى امتى، بتاكل، بتقعد طول اليوم بره البيت، بتاكل كتير ولا بتاكل قليل؟ يعني عرفني. ايوه دكتور، انا بشتغل من الصبح، بروح بيتي الساعه 8. تمام. اوكي تمام. بفضل قاعد طول الوقت. ايوه. باكل يعني باكل مره واحده في اليوم بس يا دكتور. برضه. طب انت وزنك قد ايه بس؟ انا وزني 150 يا دكتور. وطولك؟ طولي 164. طب انت ما حاولتش تعمل رجيمات قبل كده؟ لا يا دكتور بصراحة يعني. طب انت يعني وزنك ده من وانت صغير ولا انت زدت لما كبرت؟ يعني انت طول عمرك عندك سمنة مثلا؟ لا، لما كبرت وزني زاد. لما كبرت وزنك زاد. طيب بص، هقول لك على حاجه علشان ابقى صريحه معاك. احنا الوزن زياده كتير بس مش هنخسه بسرعه، لان انا علشان اقول لك مثلا انت هتخس 20 كيلو 30 كيلو في الشهر ابقى بضحك عليك. احنا هنمشي مع بعض بس هنحط خطه زمنيه 3 شهور ب 3 شهور، اوكي؟ والثلاث شهور دول هتبدا معايا ومع الفريق الطبي اللي ارقامه موجوده عندك، ومع كورس لينكاب، ومع الانظمه الغذائيه، ومع نظام الحياه اللي هيتحط لك، نبدا نخس واحده واحده، مش عايزين خسسان سريع. طب يا دكتور، انا مريض ضغط وقولون. طيب تمام، حلو جدا. هقول لك بقى، بتاخد علاج للضغط؟ وعندي هشاشه في العظام. وعندك هشاشه في العظام، انت بتشرب مياه غازيه كتير؟ طيب تمام، دي اول حاجه هنبطلها، لان دي اول حاجه طبعا بتعمل موضوع هشاشه العظام. دلوقتي هنقلل المياه الغازيه، هنقلل مشروبات الطاقه، هنقلل الكافيين الكتير لو بتشرب قهوات او شاي او ايا إن كانت انواعها، هنقلل التدخين الى حد ما على قد ما نقدر. تمام كده، علشان مش هقدر اقول لك بطله، لان في ناس بالنسبه لها تبطيل التدخين ده بيبقى صعب جدا. تمام. وبعد كده هنبدا ان احنا زي ما بقول ننظم وجباتنا الغذائيه. بالنسبه لك احنا هنمشي بكذا سيستم معانا. مع كورس لينكاب هتاخد كبسولات سد الشهيه، هتفرق معاك قوي، وهتاخد القهوه الخضراء والمورينجا والابل سيدر ونقط الحرق وفيتامين د، دول حاجات اساسيه هتاخدهم في كورس لينكاب. وطبعا لما هيوصلوا لك هيوصلك معاهم طريقه الاستخدام، والفريق الطبي هيقول لك تعمل ايه بالظبط. تاني حاجه بالنسبه لتنظيم حياتنا، نبعد عن الحاجات الغلط اللي انا قلتها كلها، وهندخل انا زي ما قلت لكم قبل كده في انواع رجيمات مختلفه، والنتائج من الرجيم النظام المتقطع، الصيام المتقطع والانظمه اللي هي الوجبات المختلفه بتبقى قريبه من بعضها، بس في حالات معينه بنحب نعمل ميكس ما بين النظامين. ففي حاله زيك مثلا احنا هنقعد حوالي اسبوعين نمشي بنظام الرجيم المتقطع. ليه؟ عشان ادخل الجسم في صيام لفتره فيبدا ياخد من مخزونه من الدهون يحرقها ويحولها لطاقه، فعشان كده انا عايزه اخد شويه من الدهون العنيده اللي هي في جسمك عن طريق ان انا تدخل صيام متقطع لمده مثلا اسبوعين. صيام متقطع ازاي؟ ان انت تقطع الاكل من قبل النوم ب4 ساعات، ده افضل طريقه، وبعد كده بتنام، ولما بتصحى تقعد ساعتين لسه ما تاكلش، وبعد كده بتقضي بقيه اليوم بتاكل ايه؟ بتشرب مشروبات شفافه زيرو كالوري، تبعد عن السكر، تبعد عن المياه الغازيه وعن كل الحاجات الغلط اللي انا قلتها، وبعد كده الاكل بتاعنا بيبقى حاجات هيلثي زي ما احنا متعودين، حاجات صحيه. تمام، هندخل نظام الصيام المتقطع لمده اسبوعين، وبعد كده ندخل نظام الوجبات المتقطعه عن طريق طبعا الفريق الطبي هيفيدك. كورس لينكاب زي ما قلت لك هتاخد كبسولات سد الشهيه والقهوه الخضراء والمورينجا والابل سيدر، نقط الحرق وفيتامين د، ونطلع فاصل وبعد كده نكمل معاك وعيش حياتك.